كنا يا دنيا جيران وحيطان تسانت حيطان بحارة كبكوبة خيطان وملفوفة علينا هجوا اللي هجوا وعافونا وضل اللي ضلوا يحمونا داري كل شي بيشبه كل شي شو بدك من البيت يا بضاي؟ شلون؟ ما عم تسمع شو اللي جابك لهون؟ أنا شغيلي ساكن هون وجيت شوفه ليش ما اجى اليوم على الدكان؟ ما قال لك أبو نجم إنه شغيلك بطل من عندك وما عاد بده إياك تجي على الحارة؟ شو اللي جابك لهون؟ يا عم أبو عزيز عقيد الحارة يا عمي أبو عزيز أنا ماني جاي على حارتك لحتى وطي راسها لا سمح الله أنا قاصد هالبيت اسمع لفهمك الفوتي على الحارات في إلى أصول والرجال المعدل ما بيفوت على الحارة بأنصاف الليالي مثل الحرمية وبعدين الحارة هي ما بيفوتها إلا اللي له شرج فيها وأنا ماني قاصد شي بهالفوتي استحلق أهلينا لا هيك ربونا ولا هيك علمونا عمي أبو عزيز أنا ماني واحد أزعر ولا جاي يساوي لك مشاكل بحارتك بس فوتك على الحارة بالليل غلط وأنت بتعرف هالشي ما بدي اياك تكون صادق معي وقلت لي ليش جاي لهون قلت لك ليش وانا ما بكذب وماني خايف من حدا لنظيفه بالاصول ببين من عيونه وانت باين من عيونك انك ابن اصول بس لك عمي بترضى حدا يفوت على حارتكم بالليل وما له فيها شيء اللي نشوف ترضاها لحارتكم احكي حقك علي يا عمي ابو عزيز امرك انا غلطان ليش اجيت على حارتكم بهالوقت كان لازم اجي بالنهار وقدام الناس كلها بس دياك تعرف شغلي عرض حارتكو من عرضي هيك احكي من الاول يا ابو الاصول هيك احكي من الاول انت منين عمي انا من الميدان انا راشد ابن ابو راشد البغجاتي معلمي راشد لك هذا معلمي مش على ورا لك هذا معلمي ورا تمك اسكت فوت على الاوضه وكل الناس بيعرفونا عمي ابو عزيز سأل علينا معلش شو فيها سأل علينا أنا وأعوذ بالله بكلمة أنا لست مد رح أجي على حارتكم إلنا الشرف إلنا الشرف الكبير اسمع عمي رشيد إذا بدك أي شيء من هذا البيت تجي لعندي أنا وما بيصير إلا الخير على راسي يا عمي عزيز أمرك السلام عليكم يا رجال الله معك سلمني على الوالي عرفته عقيد لكن ما عرفته أنا أول ما شفته عرفته بس حبيت أعمل له إياها فركة إذن ما بدي إياه يغلط بالحارة بلو وما بدي حدا من الحارة يغلط كمان سمعتوا يا حيطان الحارة؟ سمعتوا؟ شفتي أمي؟ شفتي إنه معلمي راشد بحبني وبدياني أشتغل عنده؟ وأنا ما بدي إياك تشتغل عنده طيب ليش يا أمو ليش؟ هيك وإذا بجيب سيرته مرة تانية على لسانك بقص لك يا